أنا سامعك يا زاهر، الليزر جاي علينا. ماشي. يلا يا زاهر بسرعة يا زاهر. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا. ثانية واحدة يا باشا. الليزر جاي علينا. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا يا زاهر. خلاص يا باشا. يلا اشتغل. بامر كبير. لو قرارك لهم بعدوني مش يهم يساحق لتانو مسحق يدوكي أفل بتسوراك اتشاد قشار أني مدبر اتخام منكم هروع دوني باب الخزنة. حاضر يا باشا.
يلا. شايفين المنظر؟ أحلى منظر الواحد ممكن يشوفه في حياته. يلا بسرعة، لازم أبقى بره البنك في أقل من 5 دقايق. زاهر ازرع جراج، احنا خلصنا الاصدين. يلا
احنا مش جايين نقتل. يلا. بودكين إيتها مكوم وما عطاو سيبو لخلي سرق إيتها تساد هشينيم ما شهو شمع مشهو لطبعي بسيدة من فكيدتي زوز من هنا لغزة تلت ساعة ومن غزة الرفح 10 دقايق في رفح نعبر النفق يعني بعد ساعة هنكون في مصر ومعنا الفلوس دي كلها والطريق ده أمان يا باشا شوف يا زاهر الفلوس اللي معنا دي تأمن أي طريق في عربية قطرانة من بدري يا باشا شكلها كده أمن يا رب منها ابراهيم ابو شعلان ده ابو شعلان يا جماعه ابو شعلان يا ابو شعلان انت خليتنا كنا هنقطع الخلف يا ابو شعلان الطريق مقطوعه يا ناجي بيك بسبب الانفجار اللي حصل بمبنى الموساد وهالحين الامن كله مستنفر ومش راح تقدروا ترجعوا غزه الليله مش هنقدر نرجع يعني ايه واحنا كنا واخدين الفلوس دي من البنك عشان نستثمرها في تل ابيب مفيش قدامكم الا طريق واحد اي طريق مش مهم
تطلعوا من هون للبنان، ومن لبنان تدبروا حالكم وترجعوا مصر. طب واحنا ايش ضمننا ان الحدود هناك مش مقفولة برضه؟ الحدود يا ناجي بيك فيها دروب ودهاليز ومسالك صعبة كتير، محدش يعرفها إلا الناس اللي عايشين فيها. واحنا هنعرفها ازاي؟ تعال وراي. شوف يا ناجي بيك، هلأ رح تطلعوا كلكم من على الجبل هذا ورح تقلبوا للطرف الثاني. بدكم تمشوا 6 كيلومتر بالضبط. لما تمشوا هالستة كيلو رح تلاقوا حالكم داخل الأراضي اللبنانية، وأنتم ماشيين رح تلاقوا في استراحة متواضعة بيعود فيها السواقين وعسكر الحدود، بيشربوا فيها شاي، بياكلوا، بيعملوا أرجيلة. صاحب الاستراحة هي اسمه أبو وهدان، بتقولوا له إنكم من طرف أبو شعلان، وهو رح يهتم فيكم ويوصلكم لوسط بيروت، وأنا بالنسبة للسيارة هي رح أتصرف فيها. أنا مش عارف أشكرك إزاي أبو شعلان. نحن أخوة، وبين الأخوة ما في شكر. توهمي أمر باشا، هات شنطة فلوس. تحت أمرك باشا. شو هاد؟ شو عم تعمل يا ناجي بيك؟ أنا الله كافيني والحمد لله. ده مش ليك أبو شعلان، اديهم للحاجة فاطمة، توزعهم على أسر الشهداء واللاجئين اللي في غزة، والناس اللي ماشية في الشوارع مش لاقية مأوى، والناس اللي قاعد عشان الحصار الإسرائيلي. مش كده يا أولاد؟ لو عليهم عايزين يدوكوا الفلوس كلها. هو ده طبيعة الشعب المصري. أشوف وشك بخير. توصلوا بالسلامة. يلا يلا أولاد. الله معكم. متايزي كارا بديوك شاول لفني 35 دقيقة يشنف قايم
أوهارو جيم؟ لو عدوني. بس اللي أنا شايفه إنه هذا المبنى ما تأثرش بإشي. إيش هي القنبلة هاي؟ القنبلة ما فيهاش أي مواد مدمرة، إشي زي اللي بيضرب على الحفلات والمهرجانات، بيعمل صوت قوي لكن ما إله أي أثر مدمر. قصدك هدول اللي رموا القنبلة هون بيهزروا معنا بيمزحوا يعني؟ شاول، هاي مش قنبلة، هاي أبيريتيف. إيش قصدك هدول مناخين؟ القنبلة هاي رموها هون مشان يسحبونا كلياتنا لنوقف هون هاي الوقفة. أما القنبلة الحقيقية يا شاول رح يرموها بمكان تاني. هتشوف يا شاول، هتشوف. ألوني لوحي جيوش وبهدعوت على البتتشين بمقوم أخير. تخكي تخكي شاول، عود يجعو. أنت بتعتقد إنه هاي البناية ليش لا يجي واحد لهون ويرمي قنبلة عليها يا ترى؟ شو قصده؟ يمكن يكون حدا مجنون مختل عقليا حب يعمل فينا هيك فيلم، يعني في ناس مهووسين كتير الأيام هاي. بيعجبني فيك يا شاول انك بتحب ترجع بكير على البيت، بتحب الحلول المريحه. مختل عقليا كان ماشي من هون شاف هاي البنايه، ضرب قنبله انفجرت، ما حدش مات ولا حد انجرح ولا خسرنا اشي. شالوم شالوم، بنركب سياراتنا وبنروح على البيت عند زوجاتنا وبنتعشى. ايش رايك اقترح عليك اقتراح تاني بدل مختل عقليا؟ يعني مثلا خلينا نقول كونتاكت كهربائي. حلو؟ طيب خلص خليها مختل عقليا. بس انا ما قصدتش هيك هدول مناخير. بعرف انك انت ما هيك قصدت، هاي مشكلتك طول عمرك. بس يلي بيشتغل معنا لازم يقصد، لازم يتوقع أسوأ سيناريو في العالم دايما. تعرف يا شاول، نحن عنا وصفات ممكن نوصلها بسهولة للإعلام، بيصدقها وبينشرها على الناس، بس نحن تمرقش علينا. في قنبلة
رمت جوات هذا المبنى أكيد يلي رماها واحد أو اثنين أو ثلاثة، أكيد في وراهم تنظيم ونحن إلنا أعداء كتير مثل ما بتعرف. أنت ما خطر على بالك أبداً تتطلع على المنشآت الحيوية يلي بالمنطقة، قهاوي وصيدليات وأوتيلات وبنك لأمي. ما خطر على بالك بنك لأمي؟ يعني أنت لو كان معك أم بلا ترى وين بتزتها؟ هاي شو؟ وين؟ يا باشا مش كتير المبلغ اللي انت اديته للمقاومه ده كده كل واحد فينا هيتعور في مبلغ جامد قوي. ما تقولش كده يا ابراهيم ومعار، المبلغ اللي احنا اتبرعنا به للمقاومه الفلسطينيه ده هو اللي هيبارك لنا فيما رزقنا به الله من الصهاينه. انا ما قلتش حاجه يا شيخ حسن، انا بس بقول نمسك ايدينا شويه، الواحد داخل على مصاريف وكمان الاسعار ولعت في مصر. تصدق يا شيخ حسن قبل ما اجي بسال على العربيه البورش قالوا لي جمركها 1,000,000 جنيه. تصور يا باشا 1,000,000 جنيه. امشي يلا امشي، بورش ايه اللي بتتكلم عليها دلوقتي؟ اطفي النور يا حيوان. يا باشا لا مؤاخذة الجبل كحل خالص. بقول يا باشا ممكن نستنى هنا لحد الصبح او حتى لحد الفجر ما يشاشة، احنا مش شايفين تحت رجلينا. لازم نوصل الناحية التانية قبل الفجر. اخول اتصفيم شبات شالوم بتصصى نزرقا لعبر بنيام مشالتي يش هروجين في نفقعين أف قريم أف إرقل له ديع على حيوته أفال إتصبع مأشيما مفنيت إل إرقلي طرش الحماس شلومو كوهين مع عروس عاسر. شفت بقى يا شاول، شفت نزلتي من البيت كان إلها معنى. يعني يا هيك الشغل يا بلا، هلأ صار في بإيدي ورقة رابعة بقدر بعطيها لتبع السياسة بيقولوا اللي بالدنيا. بعدين لا تنسى انه جمعة الجاي وزيرة الخارجية الامريكية جاي لعنا، بيقدروا يحكوا معها ايش ما بدهم. اللي يا شاول لما انت بيكون عندك صداع ايش بتاخد؟ اسبرين. اسبرين عليك نور. ولما انت بيكون عندك اسبرين بس ما فيش عندك صداع بتجيب لحالك صداع مشان تاخد اسبرين لحتى الاسبرين يصير له قيمه وما ترميهوش. جالنا اخباريه من بنك اليو ام اي بتقول ان حراس البنك بغرفه التحكم وجدوا زميل ليهم مرمي على الارض وفقد الوعي. يا حرام. اكتشفوا ايضا ان اجهزه انذار البنك معطله. والكاميرات معطله. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت يا شهول، شفت متخلفه عقليا وبتستسهل الامور وبدك تروح بكير على البيت تتعشى مع مرتك. ايش رايك بالمسرحيه؟ هذا السيناريو كله عجبك؟ زوز البنك اليومي
أوه، هو الجبل ده ملوش آخر. اصبر يا عبد الجليل، أمال وتحمل، فإن لكل مجتهد النصيب. بعدين شوية العرق اللي انت عرقتهم دول هم اللي هيحللوا الفلوس اللي ربنا رزقنا بيهم. يعني هم شوية العرق بتوع عبد الجليل هم اللي هيحللوا الفلوس؟ ده هيخلونا رجع. ايه يا عم؟ يا عم تنيل يا عم، ده برفن يا عم، برفن جتك برفن كبير. انا ما بقتش فاهم احنا فين يا باشا، هو احنا لسه في اسرائيل ولا ايه؟ والله يا حسام السؤال ده له تلات اجوبة. الارض اللي منوره بعيد دي مزارع شبعة، دي على الحدود ما بين جنوب لبنان والجولان واسرائيل، حوالي 25 كيلو تقريبا. لبنان بتطلب من اسرائيل انها تنسحب منها. اسرائيل قالت بأمرت ايه؟ عندكم ورق يثبت ان دي ارض لبنانيه؟ ده ارض سوريه اساسا، واحنا من 67 حاطين ايدينا على ارض سوريه، تبقى الارض دي تبع سوريا، يعني تبقى تبعنا. سوريا ردت قالت ايه؟ قالت لا، ده ارض لبنانيه. عندي بقى جت الامم المتحده جرت خط سموه الخط الازرق، قالت ايه بقى؟ بدام الارض دي سوريا واسرائيل حاطه ايديها على الجولان، تبقى الاتنين مع بعض شروة واحدة تحت وضع اليد، لحد الاتنين بقى ما يقعدوا مع بعض سوريا وإسرائيل ويخلصوها بمعرفتهم. تفهم حاجة عبد الجليل؟ ها؟ فهم حاجة؟ خدامك يا باشا، يلا بينا. خيمة بهيم مكره هرجشتي استنوعاه كروف لسلام بطرونتش ليه يتصاتي لدعات مكره وبتقوم رأيتي كمان الشيم راتسيم وبديم ازفدوت كمان الشيم ايوه نني زو خير بديوك شو له شهر معاه عسرة اينني اخول لك فوع بديوك ادني ما يتدد ميتام لو هزبكتي لروت قتام كي قبلتي مكح زكاة على الهرش هما شيرو اشترشل $100 ناس لذيذين كتير مبين عنهم ظرف يكتر خيرهم يا شاول بدي اسألك هدول كيف قدروا يوصلوا لهون مختلين عقليا ما هيك تيمونيم تيمونيم Thank you.
يا ناجي باشا، يا ناجي باشا ابوس ايدك نستنى لحد الشمس ما تطلع. انا مش شايف كف ايدي. انا قلت لازم نعدي الناحيه الثانيه قبل النهار ما يطلع، ومش عايزك تطرح حاجه. هنا بس انا اللي اقرر، واي كلام اقوله لازم يتنفذ بالحرف من غير مناقشه. يا والله زمان يا باشا، ايام طوابير الزم كان الواحد يقف ملطوع من 5 الفجر ل 2 الظهر.